بول كار بارك دريفت 2013 انطلق. احنا حاليا بمنتصف هالطريق الطويلة هيدي من بعد ما بلشنا بالإمارات، عملنا 3 إيفنتس، انطلقنا على السعودية عملنا 7 إيفنتس، رجعنا احنا على الأردن عملنا 2 إيفنتس، كمان طلعنا على لبنان عملنا 3 إيفنتس، أما بمصر كان عنا إيفنت واحد بس. مثل ما احنا هلأ بالكويت، مثل ما شايفين التراك كل سنة عن سنة عم بعملها أنا تشالنجينج أكتر، في تحدي كتير كبير عم بصير لأنه مستوى الدريفترز وسياراتهم عم يعلى سنة عن سنة، كرمال هيك عم نصعب لهم حياتهم شوي صغيرة. عندنا وجود للكليبينج بوينتس ان كانت اماميه او خلفيه، هيدي السنه احنا عم نستعملها، بعتقد رح تكون كثير تشالنجينج. بدنا ناخذ احسن بطلين من الكويت ليمثلوا الكويت بريد بول كار بارك دريفت فاينل بدبي ب 87 نوفمبر. حبيت اشارك عقب ما شفت العروض مالتهم والايفنتات اللي سووها. اكسبيرينس عرفت شنو التراك، عرفت التحكم بالسياره. شايفين ما شاء الله المكان overloaded، متروس ناس على الرغم من الحرارة. يبقى حق المتسابقين جزء كبير منا طبعا على الدرايفينج سكيلز المتسابق، جزء بسيط على ردة فعل الناس وتجاوب الناس معها على صوت الدخان. كان أداءنا جيد في بطولة ريد بول كار بارك دريفت، وإن شاء الله راح نكون جاهزين في دبي بعد تعديل السيارة وزيادة قوتها، وما راح نرجع من غير الكأس الأول.